طيب نروح بقى الخبر هيعجبك قوي، الاخبار اللي انت بتحبها. خير خير. بنتكلم عن هنا ساعات ومجوهرات رونالدو حبيبك دايما، اللي هي بتخطف يعني كل حاجه عنده بتخطف الانظار يعني ما شاء الله، لكن دايما بتكون الساعات بتاعته هو بتبقى مرصعه كده بالماس اللي هو بيحبه، هو بيحب الماس جدا والالماس والحاجات دي، والاعلام طبعا والسوشيال ميديا ما بتسيبش حد في حاله، خصوصا اللعيبه المعروفين او البابليك فيجرز المحبوبين اللي ليهم فولورز كتير، ماركات اكيد عالميه كتير هو بيحب ان هو يقتنيها. بدل ما اقعد ارغي خلينا نروح نشوف كده ونرجع نكمل مع حضراتكم. مجوهرات وساعات من الماس، مقتنيات باهظة يملكها أغنى الرياضيين حول العالم، صارت محط أنظار الجماهير. يعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أحد أغنى الرياضيين حول العالم، وتنعكس ثروته على نمط حياته الذي أبهر الجمهور ومتابعي الموضة والرياضة معه. رونالدو ليس لاعبا فحسب، فهو في الوقت ذاته واحد من أنجح رجال الأعمال بعيدا عن مسيرته الكروية الناجحة، وتقدر ثروته حاليا ب 450 مليون دولار. صحيفة صان البريطانية أفرضت تقريرا عن قيمة المجوهرات التي يملكها رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز، وقدرتها ب 3.5 مليون دولار أمريكي. اعتاد كريستيانو ظهوره بساعات وأقراص مرصعة بالماس، ففي عام 2018 ظهر وهو يرتدي ساعة مرصعة بالماس تبلغ قيمتها 1.2 مليون جنيه استرليني. وفي وقت سابق ارتدى رونالدو ساعة من طراز H24 بقيمة 100 ألف جنيه استرليني، ويبلغ وزن الماس بها 15.25 قيراط. وفي مناسبات مختلفة ظهر رونالدو صاحب 35 عاما مرتديا ساعة قيمتها 52 ألف دولار، وخواتم فخمة من الألماس، وزوجين من الأقراط المرصعة بالألماس الأسود بقيمة 137 ألف دولار. خاتم خطوبة رونالدو أيضا كان محط اهتمام المعجبين، فقد أهدى صديقته جورجينا رودريغيز خاتم خطوبة بقيمة 615 ألف جنيه استرليني، وهو مزين بحجر ياقوت كبير ومرصع بالماس، وتحرص عارضة الأزياء الإسبانية على الظهور به في صورها في مختلف المناسبات. طيب انا هعلق من زاويه تانية، انا عارفه انك عايز تعلق على ايه، بس انا هعلق من زاويه تانية خالص، وهديك طبعا الفرصه ان انت تقول اللي جواك كله. ميرسي رقتك. انا عارفه انت عايز تقول ايه يعني، بس لما بنسمع حاجات زي كده انا بشوف ان احنا لازم يبقى بنتعلم، بمعنى ان كريستيانو اصلا قصه كفاح لوحده، يعني هو كان لاعب طبعا برتغالي الاصل، هو من عيله يعني مش عادية، هي عيلة كانت فقيرة، وقدر ان هو من ده ان هو يصنع اسم لنفسه، يصنع منتج اسمه كريستيانو رونالدو، سواء من خلال كرة القدم او غيره، يعني ده نموذج من نماذج كتيرة جدا قدرت برضو تتغلب على الظروف اللي عندها وتصنع منتج الاسم بتاعك، ده هو ده المنتج بتاعك، ان انت تحافظ عليه وتكبره وبعد كده يبقى عندك امبراطورية كبيرة ويبقى عندك يعني كل هذه الاموال، ده قصة نجاح ودي قصة نجاح. وبالمناسبة على فكرة جورجينا رودريغيز اللي هي شريكته يعني هي برضو خلي بال حضراتكم هي من عيلة متوسطة جدا، وكان اتعرفوا على بعض في يعني احدى يعني المحلات اللي هي العالمية للماركات العالمية، هي كانت تشتغل جوه فتقابلوا وحبوا بعض وبقوا مع بعض. فالقصة كلها ان الحياة فيها فرص، الحياة لو انت اشتغلت وسعيد انت بتعرفش قدام هيبقى عامل ازاي، ممكن يبقى فيه خير كتير جدا، فحتى لو ظروفنا صعبة احنا نقدر نغير القدر او نقدر نغير المصير بتاعنا، فدي القصة اللي انا هطلع منها بده. لو انت بقى عندك حاجة تانية. لا ما انت خدتينا في سكة تانية بقى، في بينو دراما وسمع في ودني موسيقى حزينة، خلينا في الجانب الفرفوش يا ست الكل. لو مش كريستيانو رونالدو اللي هيتسيخ بالذهب والالماس، مين اللي هيتسيخ؟ لا بس برضو خلي بالك انا ما بتكلمش كتير عن نفسي. طيب احنا نطلع فاصل، انا شايفه كده نستوعب فيه الموضوع ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. اتفضل.